السلام عليكم وبركاته، رب تكونوا دايما بألف خير وكل عام حضراتكم بخير. أسعار الدولار والعملات في مصر اليوم الجمعة 31/3/2023 فضلا وليس أمر. طبعا أتمنى دايما تدعموني باشتراك ولايك فضلا وليس أمر. سعر الدولار اليوم في البنوك 30.90 قرش. أسعار العملات في البنوك المصرية: الريال السعودي 8.23 قرش، دينار الكويتي سجل اليوم 100.75 قرش، درهم الإمارات سجل اليوم 8.41 قرش، الجنيه الاسترليني سجل اليوم في البنوك 38.18 قرش، وسجل اليورو اليوم في البنوك 33.59 قرش. سعر الدولار في السوق السوداء: هنستعرض أسعار الدولار في السوق السوداء: شراء 36.24 قرش، والبيع 36.78 قرش. ارتفاع ورا ارتفاع طبعا يوميا، في تحديث يومي بإذن الله معنا لأسعار الدولار والعملات في البنوك المصرية وفي السوق السوداء. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.